30 سنة بس يأكل فاصوليا يارسة بس يارسة ما يأكل غير وما أشيك غير بس فاصوليا ليش؟ أكل الناس فقراء يجون يمي يعرفوني كل الناس يعرفوا علي نقدم إيشي بلا بدون فلوس أكل يومي مرتين يجي ما أقول ليش تيجي ليش ما تيجي وكيف يجي لو يوقف هنا أسوي سفري لو يقعد يأكل يروح ولا شغلها صعب ضعيف مو مثل الأول أحسب على الخبز يعني كان يومي 2000 خبز هسا 1000 فلوس كان ناس مقروز من أربيل ومال صفرة كله يجون من الجنوب من الشمال من تركيا من خارج تركيا من خارج العراق يجون بس هسا ما على مود هاي معركة.